يا صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح الورد والفل والنشاط والياسمين على عيونكم. انتوا بتتذكروا وقت قلت لكم انا عم بعمل تحدي لتسعين يوم؟ ضمن التحدي اني انا عامله شغلات انه لازم اخلصها بالبيت قبل الإيداش، قبل الإيداش عند الصبح. فهلا بهالطقس المشمس قلبت المهام، بدل ما اخلص الانجازات داخل البيت قبل الساعه 11 بدي اخلصها بالحديقه قبل الساعه 11، لانه بعد الساعه 11 الشمس بتكون كتير كتير حاميه، لهيك ما بقدر اطلع اشتغل بعد الظهر بالحديقه. فهيك قلبنا المهام. هلا قديش الساعه؟ انا الحمد لله شربت قهوتي وعملت كومة شغلات. هلا الساعه 7:55 دقيقه يا بنات، 7:55 دقيقه يوم الخميس، يعني اليوم الفيديو ان شاء الله بينزل تازه. بس اول شيء هلا انا رحت سقيت الزرايع هنيك، ما صورت لكم لاني امبارح صورت لكم سقيت الزرايع، بس هلا بدي اسقي الزرايع حول البركه وبدي اعبي البركه، لاني امبارح كنت عم باخذ مي للزرايع من عند البركه، من قلب البركه، فيها سماد وفيها هيك شغلات يعني انه كويسه للزرع، لانه فيها سمك صغير. هلا خلونا هون نحط المي حتى لانه نعوض نقص البركه، وبدي احرس العشب هلا كمان. خلونا نخلص قبل الإيداش، يلا مع بعض.
يا بنات خلصنا تنظيف الحديقة من جز العشب ونظفت هذا الحوض مثل ما شفتوا. بلشت بتعمل ديكور هوني حول الشجرة، هسه ما انهيته لحتى لم الافكار، بحطهم شوي شوي لحتى لم المعدات والمواد اللي عندي بحطها شوي شوي. هي مو الغابة المصغرة يا صبايا، هون ما موقع الغابة المصغرة، طالع لكم وين موقع الغابة المصغرة اللي راح اعملها بهاي الحديقة. هلكنا موقع الغابة المصغرة رح يكون تحت هاي الشجرة، رح يكون هون موقع كتير حلو تحت جذع هاي الشجرة. حوالين هاي الشجرة رح يكون موقع الغابة المصغرة هوني بهذا الخفا، بالخفا اللي هوني. نظفت حول البركة كمان، جزيت العشب كلياته تنظف، انجزنا بهاي الفترة الصباحية القصيرة والحمد لله رب العالمين. هلا هوني كمان عند محل الزرع كمان حرسنا خالص، خالصة المهمات الصعبة. يلا هلا خلونا نروح نشوف شو بدنا نعمل. كمان طلع عندي كيسين عشب بدهم كب، هلا بنكبهم بعد شوي بس لحتى اخلص كل شيء. وهلا هيك مثل ما نكون شايفين بعد ما خلصنا حرس، خلونا نحط الفراشات اللي من زمان كنت بدي احطهم وعم بنساهم، حطهم حول البركة. فراشات ملونة على فكرة، عندي فراش مليان طبيعي بس هيك يعني انه بلونه البركة. هاي لونها حلو جميل داخلها اللون الاخضر، انا بحب اللون الاخضر. نحط كمان بهي الزاوية. هي النعنوسة الصغيرة مقلزة، نقطف شوية خضار للفطور، نقطف خس. تعال ناخذ، راح اخذ الوراق ما راح اخذ الخسة كاملة. خس احمر ناخذ، خس اخضر كمان، كم ورقة الله ريحته بتجنن بتفرفح القلب. ريحته هيك خس 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 على المظبوط. هي قطفنا كم خسة، ناخد بصل. تعالي ما رح اطفك كلياتك، رح اطف بس العقم تبعيته. شو كمان نقطف؟ قطف نعناع، نقطف نعناع وجرجير. هلا يلا بس نقطف شوية بصل. لكو صبايا الجرجير اللي زرعناه أول امبارح رأساً طلع، رأساً طلع. الله يجزيك الخير يا أبو القاسم، شكراً كتير 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 على هالبذور يلي جودتها ممتازة عالية جداً جداً. جرجير بلدي لكو، هذا هو نفسه ما شاء الله. قطفت منه قديش قطفت منه ولهلأ عم ينتج، لهلأ عم ينتج والله ما شاء الله تبارك الله، الله يجزي الخير. هلأ بدي أطلب من عنده كمان جرجير، حتى دائما بالشتوية وبالصيف ازرع دائما، كل ما خلصت مسكبة يكوني مجهزة المسكبة الثانية. ما شاء الله ما أطيبه كتر ما طيب، وطعمته مكثفة بتحسوا فيها طعمته حدودية
كتر ما انه مكثف ما شاء الله. هذا الورق كله نحن ماكلينه كلياته، بس عم يطلع الورق الجديد، شايفين؟ قطف نعناع. شوفوا النعناع، شموا ريحته، شموا ريحته يا عيني يا عيني، ما شاء الله. الحمد والشكر لك يا رب، الحمد لله الحمد لله رب العالمين على النعم. شوفوا ما غضوا ما شاء الله تبارك الله. هاي حاجة، يلا كل ما قطفته منه بيكتر أكتر. هاي قطفنا أعشابنا للفطور، يلا. وهلا يا بنات دخلت على المطبخ مشان بدي اعمل لهم فطور، لانه جاد ومحمود وابو عمر اخذهم على المسبح مشان بدهم يسبحوا عند الصبح، عم ياخذهم وقت بيرجع ابو عمر من الشغل وبيرجع بينام. المهم حطيت هون كاسه مي دافيه وظرف بكم ظرف خميره فوريه ومعلقه سكر ونص كاسه زيت الزيتون، وراح احط 3 كاسات من الطحين ورشة ملح. بدي اعمل لهم خبز الفوكاتشا، محمود كتير بحبوه، هالمرة بدي اعمله مشان محمود. المهم هون عم بعجنه ورشيت الملح وبلشت اعجنه. هلا اللي بيفرق عجينة الفوكاتشا يعني العجينة العادية، انه العجينة الفوكاتشا تيجي شوي طرية اطرب كتير من العجينة العادية. المهم عندي هون قالب التشيز كيك، ويا ريتني ما عملتها بقالب التشيز كيك. هلا بحكي لكم القصة شو صار معي. هون العجينة انعجنت معي، شلتها مباشرة قلت خليها تتخمر بقالب التشيز كيك. بدي اعمل لهم قرص خبز، يعني خبز كامل بالخضار، الخبز الايطالي المعروف. فلانه طري قلت يعني ما بدي اخليه بقلب الصحن ورد انقله بايدي على قالب التشيز كيك. اذا بتلاحظوا عندي قالب التشيز كيك له حواف، يعني حوافه مثل الساقيه على طرف. الزيت اللي حطيته كلياته نزل على الحواف، يعني انه ضل مجمع بالحواف تحت. مو مشكله. المهم هلا هون كلياته مثل ما عم اقول لكم تمام التمام. هون عم جهز الحشوه او الخضار والجبنه للخبز الفوكاتشيا. عندي هون جبنه بيضة يونانيه، وعندي كمان قرن فلفله اصفر، وعندي كمان بندوره كانت مقطعه من قبل بيوم زادت حطيتها بالبراد. ما عندي بندوره كرزيه، بالعاده بحط بندوره كرزيه. هون بعد ما اختمرت معي العجينه، طبعا ما فورا اختمرت، خليتها شي نص ساعه، رجعت حطيت زيت مشان يكتر الزيت ومشان ينزل كمان على الاطراف تبعيت الصينيه. يا جماعه هي هيك الوصفه بدها، بس يعني مو لازم اعمل انا بقالب التشيز كيك اللي بتصفى فيه الحواف، لازم يكون بصينيه عاديه، بس انا هيك مشان الفزلك الزياده. وحطيت وزعت الجبنه، غرستها بقلبها ووزعت الفليفلة والبندورة، وحطيت زيتون أسود وزيتون أخضر، وكنت مشغلة درجة حرارة الفرن على 200 درجة مئوية، وحطيت كمان إكليل الجبل ورجعت حطيت زيت لأنه هيك الوصفة بدها. وحطيت ملح تبعية اللافندر، فيكن تحطوا ملح عادي خشن بيطلع كتير طيب على الوجه. وبعدين كفيت بقى بتحضير الفطور، وحطيتهم بالفرن على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت، بس حطيت الصينية بالطبقة الفوقانية. المهم هون عم جهز عدة الفطور. المهم يا صبايا بعد ما جهزت عدة الفطور وعملت كل شيء مشان ما اطول عليكم بالسيرة، عم طلع الصينية من الفرن وانا قاعدة، كان محمود عم يحكي مع امه فاتح السبيكر وانا عم بحكيها وكذا وملتاشين وبالحكي وهيك، عم طلع الصينية ولا الزيت كلياته مصفى على حواف الصينية، وانا عم طالعه مالت الصينية اندلق كل الزيت على رجلي. انا هون صحت هداك الصوت، يعني تخيلوا زيت كان درجة حرارته 200 درجة حرارته من درجة حرارة الفرن، عم يقلي قلي عم يغلي كل كمية الزيت. تقريبا طلعت كمية الزيت شي نص كاسة شاي، بس اندلقت بشكل متوزع على رجلي، رأسا فقفقت رجلي. قالت لأمه لمحمود خليه، يعني إن قالت لي حطي بسرعة، جيبي بيضة وحطي بياض البيض على رجلك. والله جبت بيضة وحطيت بياض بيض على رجلي، يعني حسيت أنه شوي خف الحرق، بس يعني بعد ساعة رجعت صارت تحرقني الحمد لله رب العالمين. وأنا يعني عم كفي
عم كفي الشغلة لهون، لسه ما كانت محروقة. المهم هون خفقت بيض وحطيت الخضار اللي فرمتهم للبيض وحطيتهم على النار، هيك بيض بالخضار. وبعد ما استوى البيض صار الحرق برجلي، والله العظيم افطر منيح ما افطرت، يعني من كتر ما انا عم بتألم. زيت حامي حامي كتير، يعني بعد ساعة كانت رجلي كلها مفقفقة، فقفوقة بقد قبضة الايد، قد قبضة الايد بشكل كتير صعب. الله يجيرنا من نار جهنم يا رب. كان فطورنا لليوم يا صبايا ليكون دلق المربى لاني تفشكلت. هيك كان فطورنا لليوم، الحمد لله رب العالمين، الله يديم علينا النعم يا رب ويحفظها من الزوال. وهذا خبز الفوكاتشي هلا فرجيكم اياه، بس نقعد على الارض لان احنا ناكل على الارض ما بدنا ناكل على الطاوله، بس هيك عم فرجيكم اياه من مكان مرتفع. هلا بنفطر وبنشوف شو بدنا نعمل. هون بعد ما افطرنا، طبعا انا كنت امبارح بالليل مفوته الصواني على المطبخ، رجعت عند الصبح طلعتها، كانت المشمش تبعت التم الامر الدين ناشفة على الاخير. هلا بدنا ندخل على المطبخ، بس صبايا رح اعيد الطريقه بشكل كتير سريع مشان الصبايا اللي بيشوفوا الصوره المصغره يعرفوا كيف عملت الامر الدين بدون سكر. كان عندي مشمش، انا بعتذر على الاعاده بس مشان الصبايا اللي ما شافوا الفيديو السابق يعرفوا كيف عملنا. كان عندي مشمش مستوي كتير كتير، الافضل يكون مشمش مستوي مشان ما تحطوا له سكر. بعدين اول شيء بنغسله وبعدين بنفقشه، بنجيب اما بالخلاط او بالهراسه، اي هاي المكسر اللي انا عم بهرس فيها، بنطحنهم على الاخير، بعدين بنحطهم على النار لحتى يتقلبوا معانا تقريبا شي ساعه على نار هاديه يا صبايا، لانه هذا التمر اللي امر الدين بيجي سميك، فاذا عليته النار عليه بيشوط صفله وبيحترق وبيطلع بيطلع طعمه مو طيبه. طبعا مع استمراريه التحريك بتضلوا بتحركوا بتحركوا، هيك تقريبا انا اكل تقريبا شي ساعه معي وانا عم احركه لحتى هيك تعقد معي على الاخير. بعدين دهنت الصواني، صينيه دهنتها بالزيت، وهلا بقلكم انه احسن انكم تدهنوا الصينيه بالزيت او تحطوا لها ورق زبده. شايفين هيك بعد ما حطيناه هون بالصواني، وحده بدهن الزيت وحده بورق زبده، هلا بنمدد الامر الدين او المشمش. هلا لسه ما صار امر الدين، لساته مشمش، بنمده بالصينيه وبنهز الصينيه بشكل كتير منيح مشان تصير يعني انه كله مثل بعضه. بعدين طلعته على الشمس، اكل نهار كامل، فقط نهار كامل تحت الشمس لحتى نشفوا معي. انا فرجيتكم بالفيديو كيف عملتهم عند الصبح، عند العصر كانوا ناشفين على الاخير مثل ما شفتوهم قبل شوي كيف كانوا ناشفين. المهم هذا شكلهم تاني نهار. هلا هي الصينيه اللي بدون ورق زبده، شايفين عم لفها مثل ما نكون شايفين. اول شيء هيك احط بس بالاحاط الاطراف لان كانوا ملزقين، وبعدين صرت لفها، لفيتها وفيكم تعملوها انتم بالطريقه اللي بتحبوها. بعدين قسمتها بالنص هيك، وبعدين قسمتها لاصابع، شايفين شكلها ما شاء الله ناشفه على الاخير. هلا بتقسموها لاصابع بتطلع معاكم لفائف كتير منظرها حلو. فيكم تحشوها، بس انا كانت رجلي عم توجعني كتير، نسيت احشيها، كنت احشيها فستق حلبي، نسيت الحشي ونسيت الفستق الحلبي ونسيت الورد المحمدي، بس بدي اني اقطعهم وقيمهم مشان ما يضلوا كتير بالصينيه مثل ما نكون شايفين. هلا مشان انه موضوع انه ورق الزبده ولا انكم تدهنوا بالصينيه، لا بنصحكم انكم تدهنوا الصينيه بالزيت فقط بدون ما تحطوا ورق زبده. ورق الزبده شوي كان يعني بيعطي تطعيجه، يعني انه ملبك شويه، بينما اذا كانت الصينيه مدهونه بس بالزيت ما بتحتاجوا ابدا لا ورق زبده ولا شيء، كتير سهل انكم تلفوها. قديش شكلكم هسه الكاس ما شلتهم، ما لحقت تشيلهم، بس اجت عاصفه قويه فجاه مع انه كانت الشمس طالعه وما مكتوب انه اليوم راح شو اسمه، ما مكتوب اليوم انه راح تمطر، كانت الدنيا على اساس ما فيها شيء، فجاه هيك صارت عاصفه، السما سودت، الاشجار غضبت، والهواء بلش يصرخ، والنباتات كلها غضبانه. ليش ما عرفانه؟ إنها العاصفة، إنها العاصفة يا إلهي، ماذا حل، ماذا حل في المناخ، ما هذا يا إلهي، ما هذا. كنت عم بعملكم عم قص أمر الدين، فجأة سمعت صوت قلت يا لطيف شو هذا اللي برا، شو هذا اللي برا صار، شو صار، شو صار، طلعت العاصفة قادمة.
قادمة وبشراسة. أنا سمعت صوت الباب انخبط، قلت له جاد ليش هيك عم تسكر الباب؟ قال لي مو أنا. شايفين هيك الطقس عنا يا جماعة، هذا هو الطقس عنا بكل معنى الكلمة. كنا مستمتعين بالشمس، الشمس كانت حارقة بكل معنى الكلمة، فجأة هيك بصير الطقس. مثل ما أنكم شايفين دخلنا لجوا، عم نتفرج على العاصفة من جوا البيت، صار عتمة والدنيا عن جد سودت على الأخير مثل ما أنكم شايفين. وهذا هو الأمر الديني اللي عملنا. رجلي على فكرة كتير عم توجعني وجع مو طبيعي، عم تحرقني حرق كتير كتير كتير، وفقفقت كتير والله. راح منظرهم بشهي كتير كتير، منظرهم رائع 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 جدا، بس عن جد ما عاد إلي نفس أكل شي خالص. أصلا على الفطور ما قدرت أكل وأنا عم بتوجع من رجلي. هدي يا عاصفة هدي، بلشت المطر ينزل يا بنات. المهم اللي هون ما راح اقدر كفي روتيني لليوم بصراحة، روتين يعني انه كان ناجح ببدايته فشل بوسطه، الحمد لله والشكر لله رب العالمين بكل حال وعلى كل الاحوال. وهيك بيكون الفيديو لليوم خلص، بتمنى يكون عجبكم، بتمنى يكونكم استمتعتوا فيه وانبسطتوا فيه. واذا عجبكم يا صبايا لا تنسوني من اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. انطروني فيديو جديد وروتينات جديدة وفلوقات جديدة، بلشت مطر الدنيا بقناتي جيلان شانيل. باي باي.